شكلها باراكودا يمكن. هلا بنشوف في فايت. هلا باراكودا هي ما شاء الله حلوة. شيعود شيعود يا شباب، ما شاء الله ما شاء الله. ما يكون شخن. اضحك اضحك. والله حضحك عليك. اسمع ضربت معي شباب. جاهزين شباب للأكشن؟ ما أظن خن. شكله خن. الله لا يجيبه. يلا يلا. يلا وين ضرب عندك؟ تحت خن. نق فيها نق. لا مش خن. جش والله. بسم الله ما شاء الله شباب. تعالي تعالي تعالي. هيا شباب ما شاء الله. هيا حمود. اسمع. سحبة سحبة حلوة. قول ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لكم السمكة بس على السريع. شو رأيكم شباب؟ ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا شباب ما في فايت كتير. ما في فايت. yeah. لا هامور بالول كبير ولا صغير؟ أيوه. بالول يا شباب. هيا شوفوا ايش بلع. بلع روبيان معلم. شباب كمان يلا
سلطان ابراهيم حجم طيب. فافطة فافطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم متابعيني الكرام الأعزاء المشاهدين في كل مكان في الوطن العربي في العالم أجمع. اليوم طلعة جديدة بالكياك، حلقة جديدة، رحلة جديدة إن شاء الله، أتمنى نتوفق فيها. طالع بالكياك أنا وصديقي محمد، أورجيكم إياه. أيوه هناك هو جاهز وأنا جاهز، كل شيء تمام. هاي الفيش فايندر العمق 9، جاهزين، المحرك جاهز، الأغراض كل شيء 100%، السنانير شباب، الشبك، المنتب، الكولر، أوكي، وشنطة العصاير. هاي أجواءنا اليوم، تاريخ 8/3/2024، طلعتنا من الفجيرة. شوف الجبال منظرها ما أحلى، الجو طبعا اليوم في منخفض قوي على حسب نشرة الأخبار والأرصاد الجوية، المنخفض بيبدأ المساء، مش ما معروف بالضبط أي ساعة، بس إنه المنخفض جاي بقوة إن شاء الله. الله يبعث الخير يا رب، إن شاء الله سقيا رحمة يا رب. توكلنا على الله، نبدأ حلقتنا اليوم، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتوكلنا على الله، وبسم الله بدأنا يا شباب. أول نزلة يا شباب، ضرب معاي يمكن باراكودا. معقول فلت؟ ما هو على الاغلب انه باراكودا، بس ما فيش اكشن هلا، شكلها فلتت. يمكن فلت، لا والله لسه. الله شوف يا شباب، اوبا راحتك اعطيها مجال اذا بدك. هاي هاي باراكودا جاي بالعرض، روح لا انتبه على نفسك. هاي هاي اجت تحتك، لا والله شكلها كان لا باراكودا وكبيره. تنتبهها؟ يلا روح. يلا. كفو حمود. سهل. مش جايب القب تبعي. يلا هاي أول حبة. فك هذا اللور. هاسب لا تقول هذا اللي كنت راح العزيز تيت كم عندي الصغير. عندك انت الكبير معي؟ يا معي خذ. لا اصبر خلص، اعطيني اياها انت هلا. تعال اعطيني اياها. عشت حمود، عشت. انزل جيب لي اياه. بدك زي هيك. هاي اول الغيث شباب. والله حجم حلو. ها هذا من الزاكي على فكرة. ابو ديل اصفر.
ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي هسه شو بدها تسوي معركة عندي هون؟ عندك قرب؟ لا ما عندي، هذا الهوك فات فيها مظبوط. امور طيبة ان شاء الله. لسه والله عم بشد فيه، قاعد للماكينة بشد فيها. يلا امشي. خد المنتب. شباب هاي اول غيث ما شاء الله، حبة باراكودا من الحبات العملاقة، يعني حلوة حجمها، طيب ثمينة يعني كمان. اللهم بارك. يلا نشوف النكست ان شاء الله. طبعا بمعاونة صديقي واخوي محمد اجانا تبلي اياها وخسر البلاير. معوض على البلاير يا محمد. قوي شو حجمها اللي عندك؟ شوف شوف اللي عندي نفسها سرب واحد. ها بليز تزعجليش البراكودا، خلص نازل تنطنط. نيكست كفي 40 هون.
داخل فيك داخل فيك، ما خصني. طفل انت حر. خذ المنتب عشان احتياط، نكشت معك. خيل البحر، خيل البحر. امسك امسك. بدك بلاير اعطيك؟ لا لا، في معي واحد ثاني عندي الصغير. هاي ضربة شباب كمان. ممكن تكون باراكودا، بيبي باراكودا. والله سلطان ابراهيم حجم فاخر، حجم فاخر ما شاء الله، والله حجمها كبير شباب. بس مضروب عينها على فكرة. مضروب عينها بصراحة. هيا نرجعها البحر. هي نطر. يا هيا يا يا راحت. معقول خن؟ حط ظهري، حيكون سحبتين خن هالمكان. بس عم بيطلع معي. ممكن لأنه سحب. هو هيا. ضربت. الله أعلم شو هي. هلا بنشوف مع بعض، بس إنه يمكن على الجنب. أيوه برضه باراكودا. يا رب بسم الله روحي. اسمع بلاش تكون اللي في بالي. والله هو شكله اللي في بالي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا خايف يروح على القرقور معلم. شباب الضربة هاي ضربة قاضية، عم بلف حوالي. ايوة ان شاء الله ما يفلت. بده اللعب هداوة، اللعب هذا ان شاء الله قوية. تحت ضرب عندك تحت. وتحت شو فيه؟
عاد مفوتين خن؟ اسمع لو خندك تيجي تفك لي اياه انت ما خصني. بسم الله ما شاء الله ضربة قوية شباب. هاي عم بطلع عم بطلع ما شاء الله ما شاء الله عظيم يا معلم والله وعلى الجنب منيحة. شوفوا شباب شوفوا هيها ما شاء الله 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 الشغل القاوي الشغل القاوي شوفوا يا شباب اللهم صل على سيدنا محمد. حمود ما شاء الله شوف الخيوط تبعها شوف يا شباب ما شاء الله يا. اللهم صل على سيدنا محمد. محمد ما شاء الله شو رايكم شباب فنانة. اللهم صل على سيدنا محمد حلو. ابراهيم من الحجم الفاخر ما شاء الله. اوه مشي مش قادر مش قادر كثير ما شاء الله عم تسحب عم تسحب ما شاء الله ما شاء الله دايها ليش عم تسحب ايش يا زلمه لا حب حب منيحه شو مالها تسحب ايه كانت تسحبني حلو حلو. هذا شغل مقلاي شباب كمان ضربة شباب شكلها سلطان ابراهيم من الحجم الفاخر لا والله بالول فاخر شوف ما شاء الله ما شاء الله كيوت نرجعك سالمة غانمة معلش حك علينا يلا في امان الله. شوف شباب هيا هيا هي فين مظبوط ها رجعناها هاي يلا 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 جو 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 بي جو. الله يعطيكم العافية يا شباب مثل ما شايفين هلا انا طالع الجو بدأ يشتد والغيوم بدأت تتجمع فحفظا على السلامة فقررنا أنا وصديقي محمد خلاص نطلع والحمد لله رب العالمين الله وفقنا بصيد طيب واستمتعنا واتمنى إن شاء الله تكونوا أنتم استمتعتوا كمان بالحلقة هاي الحلقة ما قبل
رمضان المبارك ان شاء الله، الله يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب، وان شاء الله صياما مقبولا وافطارا شهيا، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا الله يا الله، الى ان نلقاكم ان شاء الله بحلقات جديدة قريبا باذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.